يمتاز قضاء الضلوعية جنوبي صلاح الدين بزراعة النخيل، حيث يسوق سنويا عشرات الأطنان من التمور للسوق المحلية ومن مختلف الأصناف، ما يتطلب تعاونا بين الفلاح ودوائر الزراعة من أجل ديمومة هذا المنتج والمحافظة عليه. الزميل جاسم الأبو جاسم، والتقرير التالي. مع توقعات بوفرة محصول التمور هذا العام، أصحاب مكاتب التسويق في الضلوعية أبدأوا استعدادهم المبكر لاستقبال هذه الكميات وأن يكون التسويق هذا العام متميزا. وهناك مطالب من أصحاب مزارع النخيل بفتح مختبرات محلية ويكون دعم حكومي لها أسوة بالدول المجاورة. الضلوعية السنة تمتاز بوفرة الإنتاج، كميات راح تكون إن شاء الله كميات هائلة، وابدينا استعدادنا لاستلام محصول التمور في المنطقه، وان شاء الله راح يكون تسويق بشكل متميز هذا العام. يتم جني المحصول من الفلاحين وبالتالي الى مراكز الاستلام، هناك عده مراكز استلام في الضلوعيه، ويتم تابعه هذا المحصول وارساله الى بغداد الى احدى الشركات اللي متعاقدين معها. نوعيه التمور عاده هو الزهدي، هو بالدرجة الأولى، لأن كمية كلش كبيرة، حيث أنه تم تسويق في الأعوام الماضية من 7000 إلى 8000 إلى 10000 طن من الضلوعية. إحنا منطقة زراعية، ظهرت أصناف جديدة في السوق من أنواع التمور، فالفلاح كان بوده يتعرف على هذه النوعيات من أين مصدرها، وبدأت تجينا الفسائل من الخارج، من السعودية ومن الإمارات وأيضا من إيران. مع العلم توجد مختبرات نسيجية في العراق بس السبب مغلقة. يعني أنا هذه النخلة الوراية هذه أصلها عراقية، نسيج عراقية من مزرعة فدك، انغلق وزعوا وجبة أو وجبتين وراها أغلقوا المختبر النسيجي. ليش ينغلق المختبر النسيجي بالعراق ونستورد فسائل من غير دول؟ نريد دعم من وزارة الزراعة للفلاح. طالب شعبة الزراعة في الضلوعية من أصحاب مزارع النخيل مراجعة شعبتهم، وذلك لغرض إحصاء أعداد النخيل المغروسة في المنطقة وتحديد الأمراض التي تعاني منها النخيل مثل الدوباس والحميرة وعنكبوت الغبار، لغرض مفاتحة مراجعهم لتوفير المبيدات حسب أعداد النخيل المغروسة في المنطقة. يعتبر النخيل يعني من أهم واردات الضلوعية، وتعتبر بساتين النخيل ذات أهمية اقتصادية ومردود اقتصادي. نطالب الفلاحين بمراجعة شعبة زراعة الضلوعية لغرض تحديد الأمراض التي تصيب النخيل، منها الدوباس والحميرة والعنكبوت الغبار، لغرض مفاتحة المراجع لغرض تهيئة المبيد، علما أن هناك حملات قمنا بها وهي حملات مجانية بتوزيع مبيدات. لا يوجد هناك تعاون من قبل المزارعين أصحاب النخيل لغرض استلام المبيدات، علما أن المبيدات مجانية، ونحن بحاجة إلى مراجعة مزارعين النخيل لغرض إحصاء النخيل ومعرفة الأصناف وتهيئة الأمور اللازمة بنجاح عملية النخيل. ويبقى طموح المزارع العراقي قائم بإدارة زراعية ناجحة تحافظ على منتوجه الزراعي من التلف ومستوى معاشي متوازن. لقناة صلاح الدين الفضائية، جاسم الأبو جاسم، الضلوعية.